يعني كل المواجهات الآن المباشرة بين إيران وبين الكيان الصهيوني وبين ربما الكيان الصهيوني وبعض الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في هذه الفترة الأخيرة اغتيالات القادة، اغتيالات أو ربما تصفية حزب الله أو عمل إسرائيل على تصفية حزب الله، وكذلك الردود الإيرانية وربما الرد الإسرائيلي المرتقب. نعم يا سيدي، واضح أنه يعني شوف الصهاينة يسجلون، يعني تعرف يعني المخزون اللي عندهم الأحداثيات يخزنوها. يعني أنت لو تتابع وشوف أنه إسرائيل تعترف بأنه الطائرة المسيرة العراقية يوم الثلاثاء الماضي قتلت بحدود 3 جنود إسرائيليين في الجولان مع جرح 17، وأنا الحقيقة أشك بأن هذه المعلومات متعمدة تنشرها إسرائيل حتى تسجل نقاط من أجل الانتقام من قادة الميليشيات في العراق. وكذلك يعني اللي نراه حقيقة ابتعاد بشار الأسد عن محور المقاومة وعدم توجيه أي ضربة إلى إسرائيل حتى في الجولان، يعني ولا تصريح، حتى ولا تصريح يعني تخيل حسن نصر الله كان يتعمد إهانة بشار الأسد عندما يستهدف بعض القرى وبعض القواعد في الجولان، كان من باب الاحتقار لبشار الأسد، يعني هذه كانت نوع من الإهانة. لكن على العموم أخي العزيز، إذا نتابع كل هذه المهزلة والمسرحيات اللي يمكن تتذكر دائما أقول عليها مسرحيات، سيدي أقولها وأنا مسؤول أمام الله، إسرائيل لا تريد إيذاء الميليشيات وما يسمى بذيول إيران، حشد ميليشيات، مع أنه يعني أنت تعلم وأنا أعلم أنه حزب الله يعتبر الدرة في التاج الإيراني، يهان يوميا، صار أكثر من أسبوعين، يعني اللي يقرأ الحادث أنه دائما الضربات المؤلمة ده تحدث متى أخي محمد؟ بعد 12:00 مساء، يعني تبدأ عمليات الغارات على حزب الله على الضاحية الجنوبية. وأنا لأنه تدري مقيم في بولندا، في بولندا أكو مثل جدا يعني حقيقة مؤثر، يقول ما لا تراه العين القلب لا يتحصر عليه، بهذه الترجمة يعني نعم. ده يشوفنا بعيوننا أنه كيف يحتقر الضاحية الجنوبية وقيادات حزب الله ويمنع حتى إخراجهم من تحت الركام. هذه المهازل والمسرحيات، يقول لك إحنا نريد أن تبقى الميليشيات لكن غير مسلحة وتتعهد بعدم ضرب إسرائيل، لأن نحتاجها ضد تركيا، نحتاجها في المستقبل القريب في غيرها. طبعا هذه الميليشيات، أنت من يتابع فرنسا ليش حريصة على بقاء حزب الله؟ ليش كل الوساطات فرنسية وأمريكية؟ لأنه هذا التعب اللي تعبوه 20 سنة بعد احتلال العراق وشكلوا هذه الميليشيات، وهذه الميليشيات تخدم المشروع الغربي الصهيوني الفارسي الملالي، لأنه لن يقيم دولة لا في العراق ولا في سوريا ولا في لبنان ولا في اليمن، لن يقيم دولة. هذه 20 سنة وإحنا نشوف حجم الفساد في هذه الدول وحجم الفقر والجوع، لا بل أكثر، نشر الحشيشة والموبقات. إذا المشروع إسرائيل وأمريكا والصهيونية اللي جاءت خميني جاءت به من أجل إذلال العرب، وما مستعدة تتخلى عن هذه الميليشيات، لكن هذه الميليشيات يجب أن تكون خاتم بيد أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل ضد أعدائها، قتل السنة. لكن سيد بهجت بهذا، عندما كانت تذبح بسنة العراق وسوريا ما حد اعترض ولا أحد مانع، وهم بالآلاف وبالملايين من الشهداء ومن الأبرياء ومن المعوقين ومن المهجرين بحدود 20 مليون أخي محمد. فإذا لم ينتهي دور الميليشيات في الفكر الغربي اللي لتهشيم الأمة. من هنا يراد أنه إجبار الإيرانيين الآن فرصة مؤاتية، تبقى الميليشيات الموجودة بدون سلاح طيران وصواريخ مستعدين نقبلها،
داخل بغداد، داخل دمشق، داخل لبنان، لكن على أن يكون لها موقف غير معادي لإسرائيل. نحتاجها في المستقبل القريب. ممكن ضد تركيا؟ أنا أقول لك نعم، أنا أقول لك نعم، لأنه المشاريع هذه لم تنتهي. هذا المشروع مع الخميني وما جاء بعد خميني وتشكيل هذه ما يسمى بالميليشيات والأذرع، هذا مشروع متكامل ما مستعدة أمريكا تضحي به.